اعتماد نمط جديد للحوكمة يتسم بالصرامة والشفافية هو توجه الحكومة في الفترة المقبلة، حسبما أعلن عنه الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على النواب. لكن تجسيده على أرض الواقع يستدعي خلق مؤسسات رقابية وتفعيل آلياتها. الحكومة مرتبطة بدعامتين أساسيتين، وهي الشفافية وإيجاد نظام قانوني رقابي قوي يسمح للمواطن ويسمح للمسير أنهم يلتقوا في نقاط عديدة. المؤسسات التنفيذية يتم بناؤها على أساس الكفاءات وليس على أساس الولاءات أو الجهات أو المحسوبية، عند ذلك نستطيع أن نرسي ما يسمى بالحكامة. يفترض أن الحوكمة تنطلق بجعل المؤسسات الرقابية واقفة إلى جانب المؤسسات التنفيذية لمراقبة المال العام وترشيد النفقات. توسيع صلاحيات الوزير الأول بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون التنازل عن بعض من صلاحياته والتوجه نحو نظام حكم جديد قوامه الحوكمة لاقى ترحيبا من نواب الغرفة السفلى للبرلمان. خطوة إيجابية نطمنها يعني من طرف رئيس الجمهورية، يعني اللي تلحب على الأقل يعني الشيء اللي كان يصرف القديم، تعيينات مسبقة من طرف رئيس الجمهورية على أساس يعني على طرف المحبات أو الجهوية، ولا نشوفوا فيه يعني راح يزول يعني بالطريقة هذه وتكون تفعيل أكثر للساحة السياسية. هذه نظرة جديدة للحكومة، نشجعها نحن كما أنها لقت استحسان من طرف العاملين في المجال السياسي، لأنها قد تضفي مرونة على القرار المركزي ويخلي وزير الأول يتحرك بسرعة في وقت المناسب. بناء مؤسسات شرعية لا تخضع للارتجال والأهواء بإرساء قواعد جديدة للحكامة عمادها الديمقراطية واحترام القانون هو شعار حكومة جراد في المرحلة المقبلة.